أشرف شاكر يحييكم من ملعب رادس لنتابع أهم وأحلى وأجمل اللقاءات العربية وختام البطولة اللي استمتعنا بها كلنا الحقيقة، بطولة أفريقيا بين الأحباء والأشقاء المغرب وتونس. في الصورة قدام حضراتكم التشكيل بتاع الفريقين، وهنبتدي بتشكيل منتخب تونس اللي بيلعب النهاردة هو والمغرب. الفريقين بيلعبوا بنفس الطريقة على أعتقد، وهي 5-4-1. هيبقى منتخب تونس النهاردة علي بومنيجي الحارس مرمى رقم واحد، وبيلعبوا بخمسة في خط الظهر. حاتم الطرابلسي بادئ المباراة النهاردة من بدايتها رقم 6، ويرجع عايدي آخر واحد رقم 15، زياد جيري رقم 5 يلعب جنبه طبعا كريم حجي رقم 3 وكلايتون رقم 20. في نص الملعب مهدي النفطي رقم 8، رياض بو عزيز رقم 13، وعلى شماله عادل الشاذلي رقم 14، وقدامهم كمساند او مهاجم سائد سليمان بن عاشور، وسترايكر واحد قدامه هو دو سانتوس رقم 11 طبعا. اما منتخب المغرب يمثله النهارده خالد فهامي لحراسه المرمى، برضه 5 في خط الظهر النهارده، بادئ بمين؟ بطلال الكركوري. طلال الكركوري بادئ بيه النهارده، يعني كده هيلعب بالاثنين المساكين اللي هو عبد السلام ورد 4 وطلال كركوري 5. هيبقى في ظهرهم نور الدين لعيبه 6 كاليبرو، شايفين في الصوره قدامنا طبعا بلاتر وعيسى حياته بيسلموا على اللعيبه. وهيبقى ظهير ايمن او ظهير مهاجم من ناحيه اليمين وليد الجراجي بادئ بيه، رغم ان كان الكلام على انه مصاب، كان عنده شد، لكن بادئ بوليد الجراجي ظهير ايمن ناحيه اليمين. واكرم روماني بادئ بيه ايضا كظهير ايسر ناحيه الشمال. نص الملعب هيلعب بعبد الكريم قايسي رقم 8 وجنبه يوسف صفري رقم 15، دول اثنين ارتكاز، وبيبقى قدامهم يوسف مختاري 16 ويوسف حجي 20. المباراه الختاميه، اول لقاء عربي او اول نهائي عربي كان سنه 59 بين مصر المنظمه للبطوله والسودان، وان شاء الله النهارده بنستمتع بثاني لقاء عربي ونجومه وابطاله هم المغرب وتونس. في الصوره قدامنا الحكم ندوي فالا، الحكم السنغالي اللي اختاروه عشان يدير اللقاء النهائي، وبيساعده علي توماسكا من اوغندا ومونزيري برايتون من زيمبابوي، والحكم الرابع كوفا من بنين. هنتابع اللقاء وعلى بركه الله اللقاء الختامي والمباراه النهائيه بين المغرب وتونس، او بين تونس والمغرب الاشقاء والاحباء العرب. وضربه البدايه هتبقى مع منتخب تونس، وعلى بركه الله هنتابع اللقاء. بتترد الكوره على طول من ناحيه اليمين حاتم الطرابلسي، قطعا المباراه مشدوده، المباراه كبيره جدا ما فيش كلام، وفي هيبقى في جس نب، هيبقى في تاكتكس، هيبقى في حاضر دفاع من البدايه واضح من طريقه اللعب، ولكن ماتشات الكاس ممكن يحصل فيها كل حاجه. منقوله الكوره كلايتون هو من ناحيه الشمال يلعب واحده طويله، انما اخر واحد بدماغه يردها عبد السلام وادو مروان شماخ، يرجع بيها مروان لمسه، والثانيه لوليد رجراجي، وبيحاول يضغط وبيحاول يعمل له الهجمه بتاعتهم المغرب، لكن في بريس مضغوط عليهم بتونس، بيضغط كويس في نص الملعب جابها دو سانتوس ثاني مره، والثانيه توصل لسليم بن عاشور يلعبها سليم من ناحيه الشمال نفسه كلايتون، خطر كلايتون بيلعبها بغطاء، شوطه حلوه شوطه حلوه ولسه في الملعب، انما تطلع بره ضربه ركنيه، واول هجمه اول هجمه واول محاوله هجوميه تونسيه من ناحيه الشمال، تسديده حلوه للاعب كلايتون وصده حلوه واحلى من خالد فهمي. كورنر تاني كلايتون لمسه، والثانيه بيحاول مهدي بيحاول يدوم جوه شوت، وبيلعبوا الكره العاليه، الكره العاليه لعيبه المغرب قافلين مضايقين مساحات، تترد مره ثانيه كره عاليه، وبيتابع ابن خطره جول 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 جميل جميل جميل، دو سانتوس دو سانتوس بيسجل في بتاخد الشبكه وتخش على طول، وهدف جميل هدف جميل للاعب دو سانتوس بتركيز هجومي زي ما بقول لحضراتكم. منتخب تونس عامل المبادره، وفي الدقيقه الرابعه بيسجل دو سانتوس الهدف الاول، بيسجل دو سانتوس الهدف الاول. مش قادر اوصف لحضراتكم الملعب عامل ازاي ومشاعر الجماهير عامله ازاي ساعه الجول وساعه الهدف اللي سجله دو سانتوس، وبنشوف الهدف بيتعاد مره ثانيه، عامل ارتقاء اهو واخدها ما عليهوش رقابه دو سانتوس، وحط الكوره بدماغه بتعمل بامب، والنطه الاولى الثانيه كانت جوه الشبكه على طول، يعني النطه الاولى كان بيحاول يمسكها خالد فهامي بعيد عنه، الثانيه كانت جوه الشبكه، عشان كده صعبه على خالد فهامي، ومهاره عاليه من دو سانتوس. في الدقيقه الرابعه الهدف الاول لدو سانتوس، الهدف التونسي الاول اللي هيولع المباراه وهيحل المباراه، قويه بدايه رائعه بدايه ممتعه للبطوله لختام البطوله، وبهدف شايفين الهدف اهو لدو سانتوس، بدايه حلوه واللعب مفتوح على عكس ما الكل متوقع انه ممكن يكون اللعب مقفول، والهدف المبكر ده هيخلي اللعب يتفتح اكتر. مره ثانيه اكرم روماني يلعب، اكرم روماني باص مس باص مقطوعه الكوره تتنقل ويخلصها مره ثانيه رياض بو عزيز، ونفس الكوره الطويله وخطر وجول، هيجيب جول هيجيب جول، وقطع
فرص كتيرة وخطيرة، نفس اللعبة اللي بقول لحضراتكم عليها، اللونج باس، التمريرة الطولية اللي في ظهر المدافع اللي فيها عنصر مفاجأة، احنا مش واخدين بالنا ايه اللي هيحصل، فوجئنا بان الكورة معمولة اهي، دي فيها سربرايز، فيها مفاجأة بشكل رائع جدا وتحرك ممتاز من دو سانتوس، اتعمل الجزء الاولاني منها حلو قوي، لكن اللمسة الأخيرة ربع ساعة فاتت ولسه النتيجة تقدم المنتخب التونسي بهدف دو سانتوس. حاتم يرجع بيها، حاتم بيهدوا اللعب مره ثانيه، مهدي النفطي يلعبها مهدي ناحيه الشمال، بيستلم منه عادل الشاذلي، بيحاول يعدي عادل، عادل الشاذلي في مساحه ضيقه بيسلمها، استلم ملف وعدى سانتوس، دو سانتوس بيبص عايز يلعب الكره الطويله، هيلعبها ولا لا، هيلعبها ولا لا، لكن حللوا الموقف على طول حاتم الترابولسي، حاتم ومره ثانيه نقل نفسه من ناحيه اليمين، استلم كويس زياد، هيكمل زياد ويلعب كره عرضيه، خطره دي، خطره دي لو عدت خطره، هو جول، هو جول، يحطها خطير. كم مره دو سانتوس، كم مره بيوصل للجول، الكرات العرضيه منتهى الخطوره، منتهى الخطورة، جملة حلوة قوي اتعملت مع منتخب تونس، وشوف اللاعب رقم خمسة وزياد جزيري عامل كروس اوفر، وشوف دو سانتوس واقف فين؟ واقف ورا آخر مدافع، يعني إذا عدت آخر مدافع فيها خطورة على طول، عشان كده بقول لحضراتكم فيها خطورة، شوف واقف إزاي. اللاعب عادل الشاذلي عملها، هو عادل الشاذلي أهو مش دو سانتوس، عادل الشاذلي وقفها حلو لكن شاطها وبتعب. لعب في فرص، في محاولات كتيرة، والمحاولات أكتر لمنتخب تونس. عادل الشاذلي يلعبها عادل لحاتم الطرابلسي ناحيه اليمين، ماشي حاتم، سليم بن عاشور لمسه والثانيه، استلم كويس زياد جزيري وبيستلمها مره ثانيه زياد في مساحات ضيقه، تاخد مره والثانيه سليم، سليم بن عاشور وبيدور على فين؟ ناحيه اليمين لحاتم، خلص حاتم راح لجول، خطير خطير جدا، خطير جدا الراجل حاتم الطرابلسي، شوف الفكر بتاعه، مفكر قبلنا، مفكر قبل الكوره ما تجيله، عارف هيعمل ايه حاتم الطرابلسي، وخد فاول وفي انذار للاعب اكرم مومن، يعني هنا هو مع اخر مدافع مع اكرم روماني، واخد قرار قبل، يعني سرعه رد فعله كانت اسرع من اكرم روماني، فكر قبل اكرم روماني اهو، فكر يعمل ايه، خد الكره ورايح بيعدي منه في ظهره، لو عدى رايح للجول. انذار لاكرم روماني، اول انذار في اللقاء الختامي للاعب اكرم روماني. بيركز خالد فهامي، ماتش كبير يا جماعه، فريقين كبار، منتخبين قدموا لنا كره حلوه ومتعونا في البطوله، ووصلوا للمباراه النهائيه. كلايتون هيلعب، ترجع من كلايتون ومخطوفة، لا ما صفرش لسه، ما ادالوش الإشارة لسه الحكم، بيرجعه حكم السنغالي ندوي بالا، لكن حاتم الطرابلسي عنده الميزة دي، التوقيفة، وهو بيوقف ازاي يتخطى آخر مدافع، زيها لنفسه كويس قوي، يعني لو كانت جوه المنطقة كان ممكن ياخد فيها بينالتي، قد إيه خطير جدا اللاعب حاتم الطرابلسي، الظهير الأساسي الثابت الأساسي لفريق أياكس أمستردام. مرقوبة خطرة تترد ويطلعها خالد فهامي، برافو خالد فهامي، حارس خالد فهامي يمسكها، خالد يلعبها، خالد ناحية شمال أكرم روماني، ماشي أكرم يرجع بيها مرة تانية، أكرم طلال كركوري، وليد رجراجي من لمسة واحدة، يوسف حجي بيلعبها، يوسف هتخد من ناحية اليمين، خطر يوصل للخط، منتهى الخطورة، منتهى الخطورة، الكرة هيجيب جول، هيجيب جول، جول، جوه جول، جوه جول، جول جميل جميل جميل، يوسف مختاري نموذج يا جماعة، نموذج للجملة التكتيكية، مش ممكن، وصل للخط يوسف حجي، لعب الكرة العرضية نموذج، مين مستنيه؟ يوسف مختاري لعبها له بالماس، لعبها له بالماس ومركز وحاطط دماغه مظبوط وموجهها ومشينها في الزاوية الصعبة على يمين الحارس بومنيجل، ويسجل هدف التعادل. شوف الضغط يستخلص وعمل التمرير، شوف يوسف حجي، يوسف حجي لعيب غير عادي، الكره العرضيه منشنها يا جماعه، مش لعيبها كده لا، عاملها لزميله اللي جاي، منشنها للاعب يوسف مختاري، ويوسف مختاري بيركز، شوف التركيز من يوسف حجي قبل ما يلعب، باصص باصص قبل ما يلعب، عاملها تشيبنج من فوق الاثنين المدافعين، وشوف اللي جاي من وضع حركه اللاعب يوسف مختاري، ويسجل الهدف التعادل لمنتخب المغرب، والهدف الرابع له في البطوله، الهدف الرابع ليوسف مختاري في البطوله، الماتش اللي فات مسجل هدفين، 1-1 في لقاء ممتع، كورة حلوة، كورة عربية جميلة، ويحط جسمه تاني مروان شماخ، ويتابع مروان شماخ، وتترد الكورة طويلة قدام على الخط، استلم منه حلو قوي زياد، ماشي زياد من ناحية اليمين، زياد الجزيري هيعدي هيعدي هيعدي، يلعب كرة عرضية، خطير خطير الراجل زياد الجزيري، خطير جدا، رغم ان طلال كركوري راح يعني قفله الداخل وفتح له الخط عشان يجبره انه يعدي من هنا، وبعد كده يضغط يطلعها، لكن السرعه بتاعت اللاعب زياد جزيري عدى منه فعلا، لكن ما لحقش يقطع منه طلال كركوري. كره عرضيه خطيره، وكل الجماهير واقفه بتترقب الثواني اللي باقيه،
وضربه ركنيه اخر فرصه في الشوط ده، تتلعب على طول عاليه 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 خطره، دي جول، كله وقف على انها جول. اللاعب مش ممكن مش ممكن، كريم حاجي راجع عملها حلوه، جاي من وضع حركه، عامل ارتقاء من اعلى نقطه، لمسها بشكل حلو جدا، نشوفها اهي جول، ما فيهاش حاجه، لو جول هيتحسب، ما فيهاش فاول خالص، ما فيهاش اي حاجه فاول اهو، لان ما لمسش حد. ارتقاء رائع رائع من اللاعب كريم حاجي، جاي غير مراقب، عامل ارتقاء من اعلى نقطه، لكن جت حاجي مره ثانيه طويله، تترد الكره من ناحيه اليمين، حاتم حاتم الطرابلسي يرجع بيها، حاتم الطرابلسي ويوصلوا بيها مره ثانيه لكلايتون، ماشي كلايتون من ناحيه شمال، كلايتون بيبص هيسقط له، فعلا سقط له دو سانتوس، ولعبها فعلا دو سانتوس، لكن يلعبها له دو سانتوس ثاني، حلوه هتاخدها تكمل ويلعب كره ارضيه مباشره، خطره جول، خطره جول، 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 جول. متابعه متابعه حلوه، هو ده، هو زياد الجزيري، جمله تكتيكيه من اثنين لعيبه كلايتون ودو سانتوس، اتعمل تسقيف طبعا كبير وفرحه بالهدف، اللي المتابعه الحلوه اللي عملها زياد الجزيري، المتابعه الحلوه اللي عملها زياد الجزيري بكوره صاروخ وكوره صعبه، شو شايطه صعبه قوي كلايتون، لكن شوف عملها ازاي كلايتون، اللونج باست كوره طوليه لمين؟ لدو سانتوس، دو سانتوس داس على الكوره واستناه وسلمها له تاني. طب كلايتون بعد ما لعب الكوره عمل ايه؟ رايح، ما وقفش مكانه، رايح وشايط شوطه صعبه، شوطه صعبه بتقع من ايد خالد فهامي، وهي بتقع في كسر من الثانيه، كان اقرب واحد ليها رقم خمسه هو زياد الجزيري، زياد الجزيري ويسجل هدف تاني قاتل، هدف تاني قاتل، الهدف هنا غالي قوي، الهدف هنا غالي قوي، ويتقدم منتخب تونس 2-1 2-1 لتونس. مش قادر اوصف لحضراتكم ان الملعب عامل ازاي، وعبد السلام وضو طويل فهنا مكلف برقابته، هنشوف الفاول تتلعب على طول ويردها حاتم الطرابلسي، وهو بيردها الجماهير كلها بتتنفس صعداء، تترد مره ثانيه والثالثه خلصها في مساحات، ويعمل هجمه مرتده 2-1، خطر دي، خطر دي، راح هو جول، هو جول، يا التسلل، لا لا ما فيهاش تسلل، ما فيهاش تسلل، لكن هو حسب التسلل اتلغى الهدف وهيديله انذار، لكن هنشوفها مع بعض، هنشوفها برضه فيها تسلل ولا لا، لان هنا بعد هو جري بعد الكوره ما اتلعبت، هنشوفها مع بعض. اللاعب مميز قوي رياض الجزيري، اداله انذار، انذار لانه كمل الكوره بعد ما الرايه اترفعت والحكم صح، اداله انذار، هنشوفها الكاميرا واضحه، والموقف هنا صعب، سهل مش صعب، لان هو جاي من ورا في نفس اللحظه وهو جاي اتلعبت له الكوره، ضربوا بيها اخر مدافع، وشوف الكونتر اتاك بيعملوه الوقت منتخب تونس بشكل ممتاز، اهي هنشوف الكاميرا بترجعها من هنا، الكره طلعت ولا لا؟ اهي على خط واحد، على خط واحد، على خط واحد، هينزل نبيل بها، هنشوف هينزل مكانه مروان شماخ في وسط ثلاثه، مروان وخد رجله الثابته، خد رجله الثابته، لكن ما اداش فاول، تتلعب هجمه مرتده، واحد ضد واحد، دو سانتوس عدى، دو سانتوس خطره وعاليه عاليه عاليه من دو سانتوس، شاطها من تحت، لكن مهاجم خطير مفيش كلام. هيخرج يوسف حاجي وهينزل اللاعب نبيل بها. نبيل بها رقم تسعه. زي ما بقول لحضراتكم في ماتش الجزائر كان الجزائر متقدم لاخر خمس بيلعبها جواد، لكن ايه جواد؟ ايه ده؟ ده خارج الفورم، خارج الفورم خالص. تتنقل مره ثانيه ومن ناحيه الشمال عنده مساحه عادل الشاذلي، الكونتر اتاك هيتعمل، الكونتر اتاك لعبها من ناحيه اليمين، الكونتر اتاك ويسلمها تاني كويس، لمسه والثانيه يوصلوا من ناحيه الشمال دو سانتوس، ويلعبها دو سانتوس، الهجمه المرتده خطيره. كده الاربع دقائق فاتوا اعتقد، بعد دقيقه صفر وقبلها صفر، صفر قبلها، والفرحه تونسيه، ومبروك لتونس كاس افريقيا، كاس افريقيا لتونس للمره الاولى. مش قادر اوصف لحضراتكم الفرحه هنا عامله ازاي من الجماهير، اللي بيقع في الارض، اللي بيغمى عليه، اللي بيرفع العلم، اللي بيعيط، كل ده موجود في الملعب هنا في ملعب رادس، في اجمل فرحه تونسيه، اللي ادوا اداء كويس ويستحقوا الفوز بالكاس النهارده، لان من احسن الماتشات اللي لعبوها، ولكن منتخب المغرب ادى اداء رائع رائع في البطوله، ادى اداء ممتاز، مفيش كلام، كان لافت انظار الجماهير كلها منتخب المغرب بادائه القوي، لكن النهارده يمكن ادوا اقل من الماتشات اللي فاتت، وعشان كده كانت السيطره والتفوق لمنتخب تونس اللي قدر يفوز 2-1 ويفوز بكاس افريقيا. شايفين حضراتكم الجماهير قد ايه فرحانه يفوز تونس بالكاس الافريقيه لاول مره، لاول مره، والفرحه غير عاديه، الجماهير اللعيبه كلها نزلت في الارض صلوا، وممتاز اداء ممتاز، وشايف انا روجير رومير متعصب بيتخانق مع واحد من المصورين، كان رافض ان هو يصوره، ولكن شايفين الفرحه موجوده، لعيبه تونس المهذبي وحاتم الطرابلسي